السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب أهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروسكم دروس اللغة العربية لغة القرآن الكريم معكم محمد صديق معلم اللغة العربية بالأندلس مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف الثاني اللغة العربية الدروس المصورة تهيئة ومع نشيدنا نشيد الوحدة ما أمهرني صفحة سبع وأربعين وأرجو أن يكون الجميع قد حفظه إن شاء الله تعالى لأنكم ستختبرون في في الشفوي في نهاية التقييم إن شاء الله تعالى قولوا قولوا ما أمهرني وأنا في حلم اليوم سعيد. لا لست اؤجل اعمالي سانظم وقتي كيف اريد اتدرب اتدرب اعمل لا اشكو يومي كم يشبه يوم العيد اتعرف ابحث وافكر حتى اتعلم كل جديد لازلنا في الوحدة الأولى أتعلم مهارات جديدة النشاط اللغوي أسماء الإشارة للقريب والبعيد ودرس اللام الشمسية واللام القمرية افتحوا كتبكم صفحة 40 إلى 42 وانتبهوا معي حفظكم الله وقبل ان ندخل الى الدرس ننوه الى القيمه التربويه للاسبوع وهي الحرص على المنفعه احرص دائما على ما ينفعك احرص ان تتعلم شيئا مفيدا احرص على ما ينفعك في الدنيا والاخره دائما قبل ان تفعل اي شيء اسال نفسك سؤال هل هذا الشيء يفيدني في الدنيا وفي الاخره ام لا يعني الصلاه تفيدك في الدنيا وتفيدك في الاخره تبيض وجهك تقوي بدنك وتكون سبب لرضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة في النهاية أداء الواجب يفيدك تعلم يفيدك كل هذه الأشياء تفيدك فلابد أن تحرص عليها وبالمقابل الأشياء التي لا تفيد نبتعد عنها قدر المستطاع أهداف درسنا أتوقع منك أيها الطالب النجيب بنهاية درسنا أن تكون قادرا على أن تستخدم أسماء الإشارة استخداما سليما ثم تميز بين القمرية والشمسية تمييزا دقيقا ومع الهدف الأول استخدام أسماء الإشارة أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة هذا قلم في يدي وذلك عصفور أيهما أقرب للولد الموجود في الصورة القلم أم العصفور؟ رائع نعم القلم في يده أما العصفور يطير فوق أعلى فهنا أشار للقلم بهذا وأشار للعصفور بذلك نفهم من هنا أن هذا تستخدم للإشارة إلى الشيء القريب وذلك تشير إلى الشيء البعيد. هذا في حالة المذكر، أما في حالة المؤنث، نقرأ المثال الثاني: هذه وردة، وتلك طائرة. الوردة في يد الفتاة، في يد البنت. أما الطائرة فهي فوق في السماء. أيهما القريب؟ الوردة. لذلك قلنا: هذه. وأيهما البعيد؟ الطائرة، قلنا تلك. إذا عندما أشير إلى شيء قريب، أستخدم هذه، وإذا كان بعيدًا أقول تلك. هذا للقريب، ذلك للبعيد. هذه للقريبة، وتلك للشيء البعيد. نزلنا في الهدف الأول ومع هذا السؤال والطالب الرائع هو من يوقف الفيديو الآن ويحاول أن يجيب السؤال بنفسه ثم يعيد تشغيل الفيديو ليتأكد من صحة إجابته ويصحح الأخطاء إن وجدت وبهذه الطريقة لا ينسى الدرس إن شاء الله تعالى أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة ويأتي المطلوب الثاني ثم أقرأ وما فائدة القراءة يا أستاذ قد, قد ملأت الفراغ وحللت السؤال لا لابد أن أقرأ لأنمي مهارة القراءة وعندنا مسابقات في القراءة سيشترك فيها الطلاب المتميزون الذين يقرؤون بطلاقة رقم واحد دفتر ومسطرة الدفتر قريب أم بعيد؟ إذا أقول: هذا دفتر، وتلك مسطرة. بعيدة إلى حد ما، فأقول: تلك مسطرة. السؤال الثاني: شجرة هذا أم هذه أم ذلك أم تلك؟ هذه شجرة قريبة. وذلك عصفور لأنه بعيد في السماء. طبق هذا طبق رائعون وتلك جائزة. ممحاة هذه ممحاة ودفتر أقول ذلك أم تلك وذلك دفتر ممتازون حفظكم الله. هنا أبنائي الأعزاء عرفنا أن هذا للقريب وذلك للبعيد، وهذه للقريب المؤنث للقريبة، وتلك للشيء البعيد المؤنث أيضًا، تلك جائزة، تلك مسطرة، تلك حقيبة، تلك طائرة، تلك سحابة. ننتقل إلى الهدف الثاني. أقرأ وأملأ الفراغ في الجدول وفق المطلوب، ونلاحظ أن أيضاً السؤال ركز على القراءة، فكانت أول شيء أقرأ، لأنه يا شباب إذا لم أقرأ ولا إذا لم أقرأ بشكل صحيح فلن أستطيع أن أجيب على السؤال، وزع المدير الجوائز على الطلبة، حضر الطبيب إلى غرفة المريض. منظر الثمار جميل عمال الزراعه نشيطون فاز خالد في المسابقه الان نريد ان نملا الجدول وفق المطلوب كلمات تبدا بال القمرية وكلمات تبدا بال شمسيه وخير مثال ايها الابطال عندما شرحنا هذا الدرس قلنا القمريه مثل كلمه القمر وشمسية مثل كلمة الشمس الشمس اللام لا تنطق القمر اللام لا بد أن تنطق لا أستطيع أن أقول القمر أنتقل من الألف إلى القاف يكون هناك خلل أما الشمس أقول الشمس الشمس النجم هكذا وزع المدير المدير شمسية أم قمرية رائعون قمرية الجوائز أيضًا قمرية على الطلبة، الطلبة شمسية، ونلاحظ أن اللام الشمسية دائمًا يأتي الحرف التالي لها مشدد عليه شدة، والحرف المشدد هو الذي ينطق مرتين، فعندما قلت الطلبة قلت الطا، الطا، اثنين طاء الأولى ساكنة والثانية متحركة بالفتح. حضر الطبيب إلى غرفة المريض، الطاء أيضا، رائع، شمسية، منظر الثمار جميل، رائع، منظر الثمار، الثمار، نعم، شمسية، والمريض وال قمرية، عمال الزراعة، الزراعة، هذا خالد في المسابقة ألقوا درسنا أيها الأبطال السؤال السابع لنراجع تركيب الكلمات والحروف بهذا الشكل ألاحظ ثم أملأ الفراغ بالحرف المناسب هنا نريد أن نفرق في هذه الكلمات بين التاء المفتوحة والمربوطة شجرة شجرة تاء مربوطة فراشات تاء مفتوحة رائع سمكة تاء مربوطة لأن إذا وقفت أقول شجرة سمكة أنطقها وإذا وصلت أنطقها تاء سمكة تن. شجرة أما فراشات أقول فراشات عند الوقف تاء، وإذا وصلت أقول فراشات، أيضاً تاء، تنطق وقفاً ووصلاً تاء فهي تاء مفتوحة. وجه، هاء، نخلة، تاء مربوطة. مياه، هاء، زرافات، تاء مفتوحة. طائرة، طائرة، تاء مربوطة. واجبنا أيها الأبطال مراجعة اللام الشمسية والقمرية من خلال هذه اللعبة ما عليك إلا أن توجه كاميرا الجوال إلى الباركود وفتح اللعبة وتلعبها أكثر من مرة حتى تتدرب على الدرس وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نفع الله بكم وبارك فيكم اللهم آمين